الجمهور. أنا كنت مستمتع بصراحة بأداء الجمهور في المدرجات، بأصواتهم، بهازيجهم، بأجواءهم المرحة. أعتقد أنهم جملوا المباراة وأضافوا لها نكهة. اللقاء المرتقب ينطلق في هذه اللحظة، إذن أجواء كبيرة في المدرجات، انتظار كل المشاهدين لمباراة كبيرة هذا المساء. واحدة اثنين جميلة والكرة ترجع له. تيسير الجاسم. وليد بخشوين. حركات ممتازة للوصول إلى من هدف رائع بالفعل. لنشاهد الهدف من جديد. افتتاحية شريط الهدف.